السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من ملخص وتحليل. سنتكلم عن كارد UFC 300 الذي سيكون بعد العيد، هو كارد تاريخي. سنبدأ بهذا التسجيل البسيط، لكن قبل ذلك لا تنسوا إخوانكم من الدعاء والدعاء لهم أيضا بالرحمة والثبات. أيضا سنتحدث، يعني هذه الحلقة لم نقم بها من مدة طويلة، لذا أرجو أنكم تصبرون معنا. سيكون تسجيل مباشر يعني بدون تحضير وبلا شيء، سنتكلم وأشارككم أفكاري التي تخطر على بالي في هذه اللحظة. نبدأ بالحديث عن المواجهات التمهيدية الأولى التي ستحتوي على مواجهات بين لثلاث أبطال سابقين، منهم جيسيكا أندراد التي ستكون ضد الصاعدة مارينا رودريغيز الأخيرة التي دائما تحاول أنها تقترب من المواجهة على اللقب، وكذلك القتال أيضا الرائع الذي ستبدأ به هذه الكارد. وأنا حقيقة أتفاجأ أني، لكن لما تشوف الكارد بشكل عام تجد أنه مكتظ بالأبطال بالأسماء الكبيرة، فيعني أن تبدأ لك كارد هنا تعرف أنه كارد تاريخي صحيح، ولم يكن ضد حسب التوقعات التي انتظرناها يعني أسماء أخرى أكبر، لكن أنه يبدأ القتال بدافيد سانفيغيريدو البطل السابق لوزن الذبابة ضد كودي غاربرانت البطل السابق البونتي ويت، وهما أسماء معروفة في اللعبة، يملكون سجل رائع، صاحبين ضربات قاضية، يعني القتال رائع جدا كبداية للكارد هذا، يعني هو صحيح حقيقة كارد تاريخي. يحاول الاثنان الصعود على أحدهما بالفوز، يعني لما تفوز على شخص باسم معروف يمكنك العودة للواجهة، وربما تجد ما يعني يكون وراءك موتيفيشن، وتجد قد باقيتين أو ثلاثة تجد نفسك على مشارف القتال عن اللقب. وأيضا لدينا جيم ميلر ضد بوبي غرين وجيليان تيرنر ضد روناتو موسيانو. روناتو موسيانو حاليا يرجع بقوة منذ عدة مواجهات سابقة، فوز بأداء رائع جدا ضد جيليان تيرنر صاعد. أيضا الاثنان يحاولان الصعود في تصنيف اللايت ويت، عسى أن يقاتل على اللقب مستقبلا. جيم ميلر كالعادة ضد بوبي غرين، خصم معروف وقتال رائع، لا أرى أنه سيستفيد الطرفين من أي شيء في هذا القتال إلا أنه يعطونا أداء رائع جدا كهو معروف منهما. جيم ميلر حاليا يقاتل على كتابة التاريخ كالعادة، قاتل في UFC 100 و UFC 200 والآن يحاول القتال في UFC 300. هو حاليا من المصنفين الذين لديهم يملكون أكبر سجل من الفوز في المنظمة، وأيضا عفوا أكبر إنهاء سجل إنهاء في المنظمة، يعني يحاول دائما القتال على قصة الأرقام القياسية. الآن ننتهي بشكل بسيط وسهل من الكلام عن البطاقة التمهيدية الأولى، وننطلق عفوا للبطاقة التمهيدية، وهي تحتوي على أسماء خطيرة جدا، يعني خطيرة بشكل مخيف، بحيث نجد أنها تحتوي على مواجهتين لأبطال سابقين، هو جيري بروشاسكا وألجيمين ستيرلينغ، وأيضا هولي هول ضد القادمة من البطلة القادمة من المنظمة PFL كايلا هاريسون، معروفة صاحبة ذهبيتين للجودو في الأولمبياد، يعني خصم رائع. لكن وكذلك تحتوي هذه الكارد على صديق يوسف ضد ديوغو لوبيز القادم، والذي حاليا يقدم منذ قتاله وخسارته كأول مرة ضد مصفار أداء ولا أروع ضد صديق سوبر يوسف، يعني يوسف معروف كان من البروسبكت المعروفين في المنظمة، لولا خسارته ضد أرنولد آلن يعني كانت الأضواء مسلطة عليه. وأيضا لما نتكلم جيري بروشكا ضد ألكسندر راكيديج، هو قتال الفوز يؤدي إلى المواجهة على اللقب، يعني القتال على اللقب حتى ولو متأخر. جيري بروشكا بعد خسارته الأخيرة ضد البطل الحالي يرجع بعد تدريب وعودة، يعني ليلم مشيته نفسه ويلم لما أوراقه للعودة لقتاله على لقبه الضائع ضد ألكسندر راكيتيتش الذي دائما يريد الوصول والقتال على اللقب. حتى وفاز، يعني لو جيري بروشكا لو فاز بأداء رائع جدا، فهي يعني قد يقاتل أنكلايف أو
يقاتل على اللقب مرة ثانية، لأنها هنا مباراة أسماء. ألكسندر راكيتيتش لو فاز ففرصة بروشكا ستذهب هباء منثورا، لكن راكيتيتش سينتظر لأنه الفوز الأخير لمحمد أنكلايف بتلك الطريقة يعني تضمن له حاليا مواجهة أليكس بيريرا، خاصة أليكس بيريرا يريد أنه لو فاز في هذا القتال سيريد اللعب في 300 بالبرازيل ويريد مواجهة أنكلايف. الجمال ستيرلينج ضد كالفين كاتار، كالفين كاتار مقاتل بوكسر رائع جدا، أنا أتخوف من الجمال ستيرلينج أنه يدخل بتلك الطريقة يعني الريتم يعتمد على الفوليوم والريتم المتعالي ويفتح دفاعته كما يفتح عفوا دفاعته كما فعل ضد شون أومالي. كالفين كاتار لن يرحمه، يملك ملاكمة ولا أروع في اللعبة. أنا أعتقد أن الجمال ستيرلينج سيعتمد على الإسقاط كبداية لمقاتل، كبداية لأول مواجهة له عفوا في الفيدر ويت، سيضمن بها الدخول ضمن التصنيف وربما فوزين أو ثلاثة، يجد نفسه ضد توبيرا أو أليكس أو ماكس هولوي الله أعلم. هولي هول البطلة السابقة التي دائما ربما هي أكبر مقاتل لعب على اللقب في المنظمة ستواجه كايلا هاريسون، كايلا هاريسون خطيرة، لكن الشيء الوحيد التي أتخوف منه في كايلا هاريسون من كايلا هاريسون عفوا هي هل يمكنها she could make weight or not، يعني هل يمكنها تحقيق الوزن المطلوب عفوا أو لا. كايلا هاريسون في البي اف اي كانت تقاتل في وزن الخفيف وهي حاليا ستقاتل في البنتم ويت، يعني حتى لن تقاتل في الفيذر ويت، الله أعلم كيف سيكون. لكن أنا ربما أرى أن كايلا هاريسون هي التي ستفوز إن حققت الوزن طبعا بالإسقاط كالعادة، هي الجاون بوند والإسقاط، هذا هو اللعب المعروف تاعها، وعندها إسقاط وجاون بوند خطير جدا. لو بدأت تفلسف كما حدث في يعني الفلسفة الزايدة كما حدث في آخر قتال في البي اف ال ضد البرازيلية ستجد نفسها خاسرة ديسيجن. وهالي هون ذات خبرة، لديها خبرة، بطلة سابقة لعبت على اللقب، فازت ضد مخضرمين، لديها ما يمكنها من الفوز بهذا القتال. بهذه الكلمات ننتهي من الكلام عن المواجهات التمهيدية، أرجو أنكم صابرون معنا، ننطلق الآن للمين كارد أو العرض الرئيسي. العرض الرئيسي، عرض الرئيسي يملك أسماء يعني لا يمكن وصفها. سيبدأ في العرض الرئيسي هو مواجهتين على اللقب، وأيضا فيه مواجهات ربما الناس ينتظرون مشاهدتها ورؤيتها أكثر من اللقب بذاته. يعني نبدأ الحديث عن بونيكول الصاعد شيماغيا في أمريكا، يعني الذين ينتظرون الناس واليو اف سي تريد تسويق له بسرعة في الميدل ويت ضد كودي برناج. حقيقة أنا يعتبر اليو اس ان بونيكول معروف في امريكا، لكن ان تقدمه على يوري بروهاشكا وتضعه في العرض الرئيسي، انا بالنسبة لي هذه اهانة لبروهاشكا، يعني بطل سابق معروف الناس تتابعه تضعه في البريلمز والمين كارد تاع بونيكول، ما هو مش معروف بتلك الطريقة. يعني نحن كعالميين كالعالم اجمع انا احد من الناس عارف بونيكول، لكن بالنسبة لي جيري افضل و خانني التعبير ليس أفضل، ييري يستحق كونه بطل سابق أن يكون في العرض الرئيسي. أرى أن بونيكول سيفوز يعني بشكل كالعادة إنهاء في الجولة الأولى. أنا لست ضد كودي برناج وحقك أعرفه جيدا، لكن مما أرى أنه حاليا المنظمة تريد بناء بونيكول بشكل يعني يكون متساهل لكن مبني على أسس جيدة، يعني لما يلحق يقاتل ويقدمونه ويواجه علية القوم يمكنه يكون لديه خبرة تمكنه من مواجهات علية القوم. الآن القتالات والمواجهات التي ينتظرها الجميع هي جاستن جيجي ضد ماكس هالوي،
مواجهة العنف، وتشارلز أوليفيرا ضد أرمان تساروكيان مواجهة تبين تصنيف من سيواجه اللقب، من سيواجه إسلام مخاشاب على اللقب. حاليا أنا بالنسبة لي لم أتحدث له، لكن كانت عندي فكرة في قتال جاستن جيجي ضد ماكس هولوي. أنا أرى هنا أن جاستن جيجي عمل ريسك خطير جدا وجازف بفرصته على القتال على اللقب بشكل مخيف. لما تواجه شخص ضد ماكس هولوي ذو خبرة حتى في صغر سنه، وأنت خارج من قتال يؤهلك لتقاتل على اللقب بشكل 100% ضد داستن بوريه وإنهائي بتلك الطريقة، كان يمكنك الانتظار ومقاتلة إسلام في جوان أو جوليا، يعني يناير أو يوليو. لماذا التسرع ومواجهة شخص كماكس هولوي في كارديو اف سي 300 وأنت تعلم أن إسلام لن يقاتل في هذا الشهر لأن لديه شهر رمضان وما إلى ذلك؟ أنا بالنسبة لي وأنا هذه الفكرة التي تراودني أن ماكس هولوي يمكنه الفوز. ماكس هولوي يملك، لم يتم إنهائه قبلا في المنظمة، يملك فك أسطوري يمكنه مواجهة جاستن جيجي. والمشكلة أنه لو استطاع أن يتغلب على أن يتحمل جاستن جيجي في الأشواط في الجولات الأولى، ماكس هولوي يمكن يسرع الريتم ولديه فوليوم أسطوري أسطوري أسطوري، خاصة أنه صاحب أكبر عدد ضربات مهمة في المنظمة. جاستن جيجي بيّن لنا ضد فيزيف أنه يمكنه الآن أن ينظم رتمه ويستطيع رفعه في الجولات الثالثة عكس ما كان معروف به، لكن ماكس هولوي رتمه لا يجارى حاليا على الواقف، ورأينا ماذا فعل بكتار. يعني أنه أنا بالنسبة لي ماكس هولوي لو خسر لديه فرصة قتال على توبيرا في الفيدرويت، لكن جاستن جيجي لو خسر وفاز تشارلز أوليفيرا أو أرمان ساروكيان وانتظار داستن بوريه في الكواليس، أرى أن جاستن جيجي خسر فرصته على قتال اللقب. وسنجد كاسم داستن بوريه هو الأول أو تشارلز أوليفيرا إن فاز، لأن يعني الناس تنتظر المنافسة بين تشارلز أوليفيرا وإسلام مخاشيف. هذه هي أكبر حاليا أكبر تنافسية رايفري بين الاثنين، بين تشارلز أوليفيرا وإسلام مخاشيف. الناس كل تحبها وتنتظرها، حتى في العالم العربي هنالك من يحب تشارلز أوليفيرا ويريد مشاهدته، وخاصة لو كانت الآن تنتظر الناس ينتظر المواجهة ستكون بين تشارلز أوليفيرا وربما إسلام مخاشيف في البرازيل، هذا إن لم يحدث شيء لتشارلز أوليفيرا. لكن أرمان تساروكيان أيضا لو فاز وخسر جاستن جيجي، أرى أن أرمان تساروكيان هو الذي سيكون التالي بعد إسلام مخاشيف، وسيتم القتال في يا إما على ما أظن في نيويورك، في الجاردن، نعم في الحديقة، يعني ستكون هناك القتال، بحيث أن بما أن إسلام يريد القتال في جوان، يعني تساروكيان ضامن مكان. لن يكون هذا المرة قتال في أبو ظبي، والله أعلم، يعني أبو ظبي إن لم حاليا مخاشيف سيقاتل في المملكة، فلا أعتقد يعني أبو ظبي ستسمح، لأنه حاليا التوقيع أنه يلزم يكون فيها شخص مثل المجتمع الإسلامي يقاتل في أبو ظبي. الله أعلم كيف ستكون الأمور، لكن كما أعيد وأكرر أنا بالنسبة لي هذا قتال خطير جدا لجاستن جيجي. إن فاز جاستن جيجي بطريقة رائعة فلا أحد سينكر قتاله على اللقب ضد إسلام مخاشيف. إن فاز إسلام مخاشيف ضد داستن بوريه في شهر نوفمبر أو ديسمبر في نهاية العام، يعني لا أحد، الله أعلم كيف تجري الأمور. الآن نأتي للحدثين الرئيسيين. أنا حقيقة أحب زانغ ويلي من مشجعها، وأظن أعرف يان شاون يان، الاثنين كنت أتابعهما من قبل أن يعرفهم الجميع، يعني من قبل أن يعرفهم، عفوا خانتي ذلك، ليس الجميع، إنما من قبل أن يكون معروفين في المنظمة ولهما متابعة كنت أحبهما وأرى. لكن أنا من المشجعين ويلي، يعجبني قتالها، يعجبني طريقتها، وكنت أرى أيضا أنها فازت على
في قتال هذان ضد الأمريكية خانني اسمها، قاتلت الأسبوع الماضي وفازت على ما أعتقد بقرار الحكام. حاليا زي ما أرى أن يعني قتال بين الصينيتين كان من الأفضل أن يحدث هذا القتال في الصين في كارد الصين بحضور المجتمع الصيني، لكن حاليا في اليو اف سي 300 لم يجدوا من يشمل من يملأ هذا الكارد. أعتقد أنه سيكون إن لم تنهي ويلي مواطنتها سيكون قتال لخمس جولات رائع جدا، وهو معروف عن زينغ ويلي. يعني الآن نتكلم على القتال الرئيسي والحدث الرئيسي، وهو أليكس بيرينا ضد جمال هيل. يعني أنا بالنسبة لي أعطي هذا القتال للفوز بالنسبة لي للطرفين 50-50. جماهير يمتلك ضربة قاضية، وهذه أمامية ليست كيك بوكسينج، مخيفة جدا. وكلنا نعرف كيف أسقط البرازيلي ضد البرازيلي جوني وولكر، الطريقة التي أنهى بها مخيفة جدا، أسقطه كما يطفأ الحاسوب مباشرة، سقط نوكيا يعني بطريقة مخيفة جدا. خسارته الوحيدة كانت في المنظمة ضد بول غريك بذلك الإخضاع، ومع ذلك أكمل يقاتل ويده مكسورة. جمال هيل وحش، الطريقة التي أنهى بها غلوفر تشيرا، الناس يقولوا غلوفر تشيرا عمره كبير وما إلى ذلك عفوا، لكن جمال هيل أسقط أنهى قاتله بشكل تكتيكي وأغلق عليه كل شيء. غلوفر معروف بملاكمته، جمال هيل كان يملك كان لديه تلك الركلة العليا، سددها في كثير من اللحظات، كان يمكن إنهاء غلوفر تيشيرا. عرف كيف يقيس ويحسب نقاط ضعف ونقاط قوة غلوفر. جمال هيل خطير جدا. أليكس بيريرا لا يحتاج منا التعريف، لا يحتاج منا الحديث، قد تكلمنا عنه في هذه القناة بشكل كثير. من يريد مشاهدة قتالته ومشاهدة تحليلته، لدينا كل تحليلته ضد أديسانيا، القتال الأول، القتال الثاني، خسارته، كيف خسر في أديسانيا. أليكس بيريرا لديه نقاط ضعف خاصة في ملاكمته، نقطة ضعف التي أدت لخسارته ضد أديسانيا، قام بها في جميع مواجهاته ضد أديسانيا من الكيك بوكسينج حتى الأمامي، دائما يترك لما يلقي الجاب اليسرى، إن لم تخني الذاكرة يترك رأسه مفتوح لما يقوم بالبوب الويف، يعني لما يغير مستواه لما يضرب، لما يخرج الجاب الخاص به. هذه استطاع أديسانيا في عدة مرات، كان يمكن يفوز أديسانيا حتى في كوكوس من نفس اللقطة في الكيك بوكسينج، عفوا من نفس اللقطة. جمال هيل لديه قوة ضربة القاضية من لكمة واحدة يمكنه إسقاطه، يعني أنه أليكس بيريرا فوزه مضمون، أنا لا أرى. حتى جمال هيل يعتقد أنه قادم يريد إسقاطه. جمال هيل يخاف من محمد أنكالايف أكثر من أليكس بيريرا، لأن هذه MMA ليست كيك بوكسينج، الملاكمة تختلف في الأمامي. هذا ما تحدثنا عن مواجهة فرانسين غانو ضد أنتوني جوشوا، الأمور تختلف، ليست كيك بوكسينج وليست ملاكمة، هذه أمامي. أليكس بيريرا لديه بعض نقاط الضعف خاصة أثناء ملاكماته، نفس الطريقة التي قام بها ضد أديسانيا أدت إلى خسارته عفوا. يعني جمال هيل لديه الفرصة، وكذلك جمال هيل يمكنه الخسارة، أليكس بيريرا يمكنه القضاء عليه في الوجهة الأولى. أنا لا أقول أنه أليكس بيريرا سيخسر، أنا قلت 50-50، أليكس بيريرا يمكن الدخول الجولة الأولى. جمال هيل يعتقد مثل ما فعل سترينكلند أنه يمكن الوقوف معه مباشرة، هوك أيسر، باي باي، سلام عليكم، انتهى القتال، نذهب جميعا إلى النوم بكل سهولة. وأيضا جمال هيل يمكنه بعد سير المواجهة أليكس بيريرا يخطئ، يترك دفاعه مكشوف كما فعل ضد أديسانيا، باي باي، سلام عليكم. جمال هيل يرفع يديه، عفوا ترفع يده، عودة اللقب له، بطل الوزن الخفيف الثقيل المرة الثانية، أهلا وسهلا، الله أعلم كيف ستسلمون. المفيد هذا الكارد كارد تاريخي رائع جدا، أنا لا
لا أقول لكم أنا مثلي مثل الكثير ينتظر بفارغ الصبر عفوا، نريد جميعنا مشاهدته. المشكلة أنه قائم في الليل، يعني لو استطعنا لشاهدناه من القتال الأول للقتال الأخير، ولا أروع. في أسماء معروفة ولا أحد ينكرها من متابعي الأمامي، مواجهات أسطورية قد تنتهي بشكل سريع، قد تنتهي بشكل سيء جدا، قد تنتهي بشكل ممل، قد تنتهي بإثارة، الله أعلم. هذه هي حلاوة هذه الرياضة، لا نعرف ماذا سيحدث. في الأخير تكلمنا بشكل بسيط وشاركت معكم بعض أفكاري بشكل سريع. أتمنى أن يعجبكم محتوانا، لا تنسوا الاشتراك واللايك ومشاركة الفيديو في التعليقات، يعني ما هي أفكاركم التي ترونها في هذه المواجهات، ما هي توقعاتكم، من سيفوز، من سيخسر. رمضان كريم وعيد مبارك، نلتقي إن شاء الله بعد العيد وبتحليل إن كنا من الأحياء. أيضا سنضع لكم فيديو تحليلي لماكس هالوي لقتال سابق ما قبل مواجهتي لجاسن جيجي. السلام عليكم.